أهلا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. اللي هقوله ده دلوقتي يمكن أباء كتير قوي بيعانوا منه مع أولادهم اللي قاعدين كتير قوي على يعني خلينا نقول تيك توك أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. بقالنا فترة كده بنسمع عن حوادث، أو خلينا نقول في الأول هي بتبقى تحديات بين الأولاد والبنات في سن المراهقة، وبعدها يعني بتتسبب لحوادث، بيقلدوا التحديات دي وترندات موجودة على بعض منصات السوشيال ميديا. شفنا مثلا حادثة الشباب أو البنات اللي كانوا كل واحد فيهم بيكتم نفسه لغاية ما يغمى عليه. شفنا حاجة تانية للأسف كانت مزعجة جدا جدا لينا كلنا في المجتمع المصري، واحد من الطلاب وزمايله قرروا ان هم يلعبوا لعبة فيديوهاتها موجودة على السوشيال ميديا، ظهر في الفيديو ان زمايله رفعوه جامد قوي لفوق وسابوه ينزل على الارض لحد يعني اتصاب اصابات كبيره قوي قوي يعني وصلته لشلل. ايه الحكايه بالظبط وازاي ولادنا يخلوا بالهم من هذه الكوارث اللي منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا كاباء او نقدر نعمل ايه عشان نوقف ده من انه يحصل تاني؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيفتنا الدكتوره لميس مكاوي، مدرسه الطب النفسي السلوكي بجامعه عين شمس. صباح عليك. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير. يعني يمكن حادثه وحشه قوي قوي للأسف. كلنا تاثرنا بيها، يعني الناس اللي شافت الفيديو انا زعلت قوي قوي، كان الموضوع كويس قوي واطفال كتير شاركوا في الفيديو ده، يعني احنا شايفين مشبكين ايديهم لبعض كذا طفل موجود وكلهم هو بيجري وبعدين بيرمي نفسه على ايديهم بيرفعوه لفوق وبعدين ينزل على الارض. حقيقي. ارض يعني مش رمل مش اي حاجه. ده الوجه القبيح للسوشيال ميديا عموما اللي احنا عايشينه دلوقتي، ويمكن بالذات ابلكيشن التيك توك، يمكن ده من اخطر الابلكيشنز اللي نزلت الفتره اللي فاتت. والتحديات ده يعتبر يمكن التحدي الرابع في 2022. احنا كان عندنا الاول الحوت الازرق، وكان عندنا طفل رمى نفسه من الدور الرابع علشان كان هو ده التحدي، وبعدين ظهر لنا تاني تحديات في الحلاقه وقص الشعر، وبعدين زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي البنات اللي بتكتم نفسها، وده يمكن التحدي الرابع ان هم يشبكوا ايديهم يرفعوه لفوق ويشقلبوه، المفروض ان هو ينزل معدول على رجليه. يعني هو ده الترند، الفيديو الاصلي ان هو ينزل معدول واقف او ينزل على رجله. هو القصه ان هو طبعا احنا ما عندناش الليونه دي وهم مش عارفين هم بيعملوا ايه، فرفعوه شالوا ايديهم نزل على فقرات الرقبه فحصل له كسر على طول، وطبعا النخاع الشوكي من بدايته هنا، فطبعا ده ممكن يؤدي للشلل التاني. المشكله ان دي يمكن من فتره المراهقه من اصعب الفترات اللي بيمر بيها اي انسان في حياته، ويمكن لما نسال الاباء في العموم ايه اكتر فتره صعبه عديتوا فيها مع اولادكم هيلاقي ان هو دايما بنقول فتره المراهقه. احنا مش فاهمينهم كفايه، هم عندهم ميول رهيبه جدا لكسر الاوامر وتحدي الكبار واثبات النفس، وكمان يمكن عندهم ميل اكبر ان هم يعملوا حاجات خارقه وشايفين انها من وجهه نظرهم خارقه وهيعدوا بيها بسهوله. الاندفاعيه الشديده في فتره المراهقه وعدم الفهم الكامل للموقف بتؤدي للمواقف السخيفه اللي احنا محطوطين فيها. وعلى فكره الاولاد، الولد ده ربنا يتم شفاه على خير لو كان لسه عايش يعني، ويرحم طبعا مامته سواء كان عايش او ميت، لان هي اكيد اكتر واحده تعبانه في الموقف ده. الولد ده من مدرسه خاصه متعلم، يعني قصدي هو الترند هنا ما بقاش ليه علاقه بمستوى الثقافه او التعليم، ده هو بقت حاجه بنشوفها. وكل مشاكل المدارس دي بقت كتيره قوي برضو الفتره اللي فاتت، واكيد هنتكلم اكتر عنها في الفتره الجايه. يعني تيك توك شويه كمان تحدياته زي ما حضرتك قلتي يعني هي مش بس مؤلمة. تحدياته هو للاسف احنا لو شفنا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء هنلاقي اعلى نسب من الاكتئاب في المراهقين اسبابه المباشره هو الابلكيشنز دي. التنمر اللي زاد جدا في المدارس المصريه وابتدى من سن صغير جدا، من سن 7 أو 8 سنين ظهر بسبب الابلكيشنز دي. هو ليه المراهقين عندهم الميل للاكتئاب ده؟ لان هم فاكرين ان البلوجرز او التيك توكرز او الانفلونسرز او اي اسم بيقال ان دي حياتهم الحقيقيه، هم 24 ساعة لابسين وقاعدين وبيجربوا مطاعم وبيروحوا سبا وبينزلوا يتصوروا شوت. احنا عندنا امراض ظهرت في المراهقين ما كانتش موجودة قبل كده خالص، زي مثلا البنات اللي عندها ميول للبوليميا او ان البنت تحاول ترجع علشان تحافظ على وزنها وهي مش قادرة تعمل دايت او مش عارفة تعمل دايت، عشان هي شايفة صور الفوتوشوب، عشان هي شايفة ان هو الفلترز والصور هي دي. فعندنا نسب من دي عاليه جدا جدا جدا. حاله عدم الرضا اللي عند المراهقين دلوقتي، كل الامهات تشتكي ان دكتوره اولادنا مش عاجبهم حياتنا، مش عاجبهم اي حاجه. البراندز والترند اللي طالعه طول الوقت مخليهم دايما في حاله نقم ومتضايقين، والاهل كمان في الظروف الاقتصاديه الحاليه مش عارفين لا يرضوهم ولا يعملوا ايه. طب هي كلمه التحدي هي التحدي، يعني كلمه التحدي اللي احنا بنشوفها هي التحدي اللي احنا بنواجهه. صحيح. ازاي اقنع بنتي او ابني ان مش اي تحدي يا حبيبي تخشه، ومش اي تحدي ينفعك، وليه تتحدى اصلا، وليه حد يتحداك؟ يعني
يعني دي ما كانتش موجوده في جيلنا قصه التحدي دي. صحيح، احنا كان اكبر يمكن اكبر تحديات في جيلنا كان الالعاب البسيطه اللي شد الحبل واستغمايه وحاجات كده. اجمل ايام والله. كانت بسيطه جدا، ويمكن حتى لعب الصلح اللي كانت بتلعب دي كان عليها حتى كلام، يعني خلي بالكم بيجي عمل الولاد لما يضربوا بعض على دي. كانت اكبر التحديات، لان سؤال الحلقه بتاعكم مرتبط باللي احنا بنتكلم فيه، لان كان في لمه اسره وكان في ظروف اجتماعيه متشابهه وكانت الناس عندها ترابط عالي جدا. هو الحقيقه التحدي، انا شايف ان التحدي مش تحدي التيك توك، هو بقى تحدي الاهل ان هم يقدروا يعملوا كل ده في نفس الوقت. الام عندها تحديات انها تذاكر لاولادها، تقوم باعمال البيت، توديهم التمارين لان ده برضو بقى جزء كبير من حياتنا، توديهم الدروس، وكمان في تحدي انها تتابع السوشيال ميديا وتتابع الترندز وتشوف ايه الجديد عشان تلحق بسرعه تفلتر لهم الكلام ده وتوعيهم قبل ما يخشوا في مشكله. فانا الحقيقه شايفه ان التحدي كمان بقى ابوي، يعني دور الاب معانا بقى مهم قوي في فتره المراهقه. انا عارفه ان الاباء المصريه كلهم مطحونين ما بين الشغل فعلا والسعي للرزق العالي، بس يمكن الوقت اللي بياخده الاب في ان هو يشوف فيديو او حاجه على التيك توك او على ابلكيشن وحس بيه بالخطر، الاولاد بتتاثر جدا بكلام الاب. احنا دايما الفيجر اوف داد او نموذج الاب مهم قوي في حياتنا، ويمكن اللي بتعمله الام في 5 6 ساعات ممكن الاب يعمله في ربع ساعه مكثفه، لان هم قاعدين مستنيين الجزء ده. احنا ما عندناش لمه العيله بالمفهوم اللي كان موجود، عشان ما بقاش في اب يجمع بالظبط. فعلى الاقل انا دايما بقول كده، دايما يبقى فيه وجبه او وقت ان شاء الله ساعه سايبين موبايلاتنا كلنا وقاعدين بنتكلم الوان تو وان سبيكينج. الاب اللي عنده قدره انه يسيب تليفونه شويه ويبقى عنده تواصل بصري مع الاولاد ويتكلم معاهم في ان احنا شفنا ده، طب تعالوا نجرب ده. التواصل اللي بيبدا من بدري قوي مع الامهات والاباء من سن صغير بيخلينا نوصل عند التحديات دي هم يجوا يتكلموا عنها. يعني هو الجميل ان الطفل هو اللي يجي يقول له ماما شفتي ده في فيديوهات موجوده. ده طفل واعي، ده طفل امه عرفت تبقى ذكيه انها تخليه عنده تواصل معاها من بدري. غير الام الثانيه اللي هي بتجري تحلق عليه وتقول له الحق ده في كذا، اوعى تعمل كده. يعني هو ده الجسر اللي المفروض احنا نعديه، احنا نروح لهم الاول. صحيح. ونكلمهم عشان هم يجوا في المنطقه بتاعتنا. طب حضرتك ذكرتي انه في السن ده بالذات نوع من انواع العند والتحدي. النهارده ده عيب مين؟ يعني هل هو عيب اباء ما عرفوش ان هم مثلا ياخدوا بالهم او يتابعوا او لا يعملوا كل الحاجات دي؟ هي مرحله المراهقه ولا يعني انا مثلا النهارده في بعض والله بقعد مع ناس والله العظيم يعني في ما فهمش حاجه غلطه، اباء وامهات عاملين كل حاجه من ماديا مطحونين، ماخدين الاولاد على طول حتى دروس دين، يعني مش هقول لك مثلا الموضوع بعيد لا دروس دين، وتلاقي برضو الولاد فيش مراعاه مثلا للظروف الماديه اللي صحيح. الناس فيها دلوقتي فيش مراعاه للعيب والغلط اللي احنا متعودين عليه كلنا، اللي هو دايما في ليه اشمعنى ايه المشكله. أيوة. كده بقى يعني انا نفسي ببقى قاعده متضايقه متعصبه، فالعيب فين هنا؟ انا هقول لحياتك مثلا دايما بقوله احنا في ام بتروح المستشفى من غير ما تكون مجهزه شنطه الولاده؟ لا. اكيد لا، معاها شنطه فيها حاجه البيبي والبيبرونه والفوطه وكل الحاجات اللي هتستعمل بيها البيبي. بس احنا للاسف ما بنقراش في التربيه كويس، وبالتالي ما بنبقاش عارفين المرحله دي خصائصها ايه. هو الحقيقه ان المراهق اللخبطه الهرمونيه اللي عنده وتزاحم الافكار اللي جوه دماغه ومحاوله اثبات ذاته وان هو عايز يخرج بره نطاق الاهل وان انا ليا شخصيه وان انا مسؤول، ده بتخليه طول الوقت عنده الاندفاعيه والعناد والافكار دي، ده جزء من سمات المرحله. فلو انا كنت عارف ده كاب او كام وقاري مش هصطدم معاه على كل كبيره وصغيره. انا دايما بقول نتغافل نتجاهل، للاسف الصدام على كل حاجه والتعليمات المباشره 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 هي دي اللي بتخلق حاله من الخنقه والضيق، فتلاقيه ناقم ومش عايز ينفذ بقى اي حاجه سواء صح او غلط. بس احنا لو تغافلنا شويه، شاركناهم شويه، تفاعلنا معاهم شويه، تغاضينا عن بعض الحاجات، هنلاقي الامور عدت. هي محتاجه مننا احنا كمان شويه مجهود للاسف. صحيح. طب احنا صح. يعني يمكن بنقول ان ده هزار ولاد وهزار الولاد دمه تقيل، لكن في هزار، كان في تحدي اسمه تحدي كتم الانفاس. صحيح. ايه ده؟ يعني ايه؟ ده كان تحدي في البنات بقى، يعني يكتموا نفسهم ما يتنفسوش، بياخدوا نفس عميق ويجوا عند الاورده والشرايين اللي معديه في الرقبه، ودي طبعا اساسيه. لا بس انا قريت قبل كده ان الانسان ما يعرفش يكتم نفسه بنفسه، فهل هم البنات بيساعدوها ان هي تكتم نفسها؟ بالظبط كده، هي بتاخد نفس عميق وتوقف نفسها كانها هتخلص، وهم يضغطوا على رقبتها بطريقه معينه فيوقفوا النبض ويوقفوا النفس ويشوفوا هتقعد قد ايه. يشوفوا هتقعد قد ايه ولو خسرت حضرتك تموت. موت طبعا، هي تحديات موت فعلا. ده بيؤدي للوفاه. ده بيؤدي للوفاه طبعا. ممكن يؤدي للوفاه. حصلت حالات وفاه في التحدي؟ ما اعرفش في مصر حصلت حالات وفاه ولا لا، لان الحمد لله كان في استجابه سريعه. يعني الترند ده لما طلع الحمد لله المدارس كمان، في حاجه جميله برده بتحصل في المدارس المصريه، في الاذاعه المصريه ابتدى يبقى في توعيه للترندات اللي بتطلع على السوشيال ميديا. وانا عارف ان حد يتحدى حد في مذاكره
في مسابقه رياضيه. لا ده ما بقاش موجود. لكن انا اتحدى حد ان انا موته. لا انا مش كان اسمه كده. المنطق ايه طيب يا دكتور؟ المنطق ايه يعني؟ انا منطقي ايه ان انا بعمل تحدي زي ده؟ المنطق ان انا بحاول اثبت نفسي اوت اوف ذا بوكس، يعني انا بحاول اثبت نفسي في حاجه خارق، وانا شايف ان انا لو عملتها سوبرمان سوبر. ولان هما الولاد بقوا كده، بقى في ناس بتطلع على التيك توك تعمل فيديو، انا اسفه جدا مش عايزه اقول نماذج عشان ما بقاش انا كمان بشجع يعني للنماذج دي، لكن احنا في ترند يقف على سور كوبري وينط كده بالظبط، او يقول كلمه، يغني اغنيه انجليش بكلمات عربي ملهاش اي معنى، واكيد كلنا شفنا الترند ده. يبقى بعد كده مسار كلام كل الناس، ويطلع يعمل اعلان لشركه اتصالات، فالولاد بتحس ان الموضوع سهل. ده انا يمكن لو عملت ضربه كده لقطه وصورناها فيديو، الامور حياتي كلها تتغير 180 درجه. فبقت هي التحديات دي بقت جزء منها، ان هم شايفين مفيش تعب. حضرتك لما بتسال دلوقتي طفل، انا بيجي لي طفل في العياده دايما بساله عايز تطلع ايه لما تكبر؟ كان زمان ضابط، مهندس، مدرسه، دكتوره، دي كانت اربع الوظائف اللي دايما الاطفال بتتكلم فيها. دلوقتي تيك توكر، انفلونسر، بلوجر، هقدم جيمز على اليوتيوب. ما بقاش في مفهوم الوظائف اللي فيها تعب. هيحلل جيمز على اليوتيوب، يعني مش هيبقى جيمر، مش هيعمل كودنج، لا مش كونتنت كرييتر يعني، وهيعمل كونتنت لا ده مجرد ان هو هيلعب. ليه؟ لان هم شافوا النماذج دي بتنجح بتنجح في وقت قصير جدا. طب هم ما شافوش ان هم بعد ما بينجحوا في وقت قصير جدا بيقعوا على طول؟ الولاد في السن ده ادراكهم طبعا ما يسعفهمش يشوفوا النظره الفلسفيه بتاعتنا بقى الطويله دي. وحضرتك لما تيجي تكلمه عن نموذج تعب وشيء مش عارف ايه، يبص لك بمنتهى الاعتراض ويقول لك لا انا مش عايز ده، انا عايز ابقى زي فلان اللي بقى بعد يومين بقى عنده فيلا او ركب عربيه مش عارفه عامله ازاي. لان بقى هم دي النماذج اللي هم شايفينها بتنجح للاسف. واحنا كمان افتقدنا الحوار العائلي، النماذج اللي كنا يعني سؤال الحلقه بالظبط، لمه العيله، مفيش لمه عيله. هو في الاجيال اللي قبل كده كان البيوت شبه بعضها، صلاه الجمعه، الحلقه بتاعت الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، يعني كان في حاجات ثابته في كل الاسر المصريه، وبالتالي كان كلنا شبه بعض. لكن دلوقتي لا، مفيش الحوار ده، مفيش اللمه. فهم بياخدوا المثل الاعلى ده من اللي هم شايفينه لوحدهم. يعني مشكله السوشيال ميديا دايما، وحتى دي الحاجه اللي الناس بتقولها، الناس اللي عندها يعني ارقام كتيره من الفولورز او المتابعين ليهم بيتكلموا فيها طول الوقت، انه السوشيال ميديا مش حاجه بتعكس الحياه الحقيقيه ليهم. صحيح. لانه انا النهارده في حياتي يعني في كده حاجه بتقولي انا مش هبوست، او انا مش هنشر حاجه، انا قاعده بعيط، او انا قاعده متضايقه، او انا قاعده مكتئبه، هنشر الحاجات الايجابيه اللي بتحصل في حياتي. فمن هنا الناس هتفتكر انه الله دي حياتها حلوه جدا. مش يعني مش بتكلم عن نفسي يعني طبعا. في ناس انفلونسرز بيتكلموا بالطريقه دي طول الوقت، بيقعدوا يفكروا الناس المتابعين ليهم، ودي حاجه كويسه على فكره ان هم يفكروا طول الوقت المتابعين ان يمكن دي مش حاجه صح، او دي مش حياتي اللي بيحصل فيها بره ما بقفل الكاميرا، مش انتوا ما تعرفوش عنه حاجه. طيب كان مصطفى سال سؤال، سبب ده ايه؟ هل ممكن يكون سبب ده فعلا كل ده بيحصل عشان لايك وشير او لايك وكومنت؟ طبعا فعلا. جزء منه بيحصل عشان كده، جزء منه عشان ده بقى سبب النجاح او سبب الشهره، او ده اللي بيخليني اتحط صف اول والناس كلها تبص عليا. فلو عملت تحدي خارق كده ونجحت فيه، فاذ ربما يكون هو ده سبب لكده. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك ان هي فتره المراهقه اصلا فيها اندفاعيه، يعني ما بيبقاش فيها افكار موزونه زي ان انا احسب ان ده ممكن يؤدي لحاجه ثانيه وحشه. لا، هي الفكره جت يلا هوب ننفذها على طول. في اكتر في انفلونسر اسمه لوجن، بس مش فاكره بصراحه لوجن ايه، بس هو من اول الناس خالص اللي عمل، هو يوتيوبر من اول الناس خالص اللي عملت ملايين، يعني يكاد وصل لمليار حاجه كده، مليار دولار، وعنده بيت فظيع وعربيات، وكان بيحكي، وكانوا ناس كتيره ابتدت تصوره في نوبات غضب جامده جدا وسريعه جدا بتحصل له هو وسط الناس. نوبات غضب حقيقيه ونوبات اكتئاب، وكان هو بيتكلم عنها. شفت ازاي بقى؟ للاسف هو ده فعلا الوجه القبيح للسوشيال ميديا، او الوجه الثاني اللي احنا يعني بنحاول نوازن ان احنا ما ناخدش اضراره على قد ما نقدر. الامهات تحاول تراقب، انا عارفه ان دي مهمه بقت صعبه، بقت مهمه زياده اضافيه للام، انها لازم تحاول تراقب الكونتنت بتاع الحاجات اللي بتتقدم للولاد، بالذات ابلكيشن التيك توك، لان هو ابلكيشن سارق للوقت جدا، لان الفيديوهات كلها ثواني معدوده، نص دقيقه او 20 ثانيه، فبيستهلك وقت سريع جدا، حاجات متكرره سريعه فتشد العين، فممكن تضيع وقت طويل جدا. طب بغض النظر عن التيك توك، في دراسات قالت ان اكتر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بيجيب اكتئاب هو الانستجرام. وده لان انت ما بتبصش للي تحتك وتحمد ربنا، يعني انت ما بتروحش تعمل خير وتساعد فقراء فتقول الحمد لله رب انا عندي ايدين وعندي رجلين وعندي عربيه، لا انت بتبص اللي اعلى منك، لانها كلها صور وانت البروفايل بتاع اي حد انت بتجيب صفحه غير الفيسبوك. الفيسبوك بتبقى كلام وبوستات وشير واراء. فده الحاجات السريعه دي هي اللي بتساعد على ظهور الامراض النفسيه دي اسرع.
لانها زي ما حضرتك قلت كده صور، فانا خلاص شايف ان الحياه كلها بالالوان. والصور دي كمان ما هياش حقيقيه، ده انت عندك فلترز وعندك الوان وكالرنج يعني يا ريتنا نشوف الناس دي على الحقيقه هنشوف عاملين ازاي. ما هي دي مشكله الشباب، وده اللي دايما بقوله لكل المراهقين حبايبي، ده جزء من حياتهم، مش هي حياتهم كده طول الوقت. انتوا فاكرين ان هم عشان بيبوست فيديوهات كتيره وصور كتيره ان هم عايشين كده ال 24 ساعه، ده مش حقيقي، ده جزء من الحياه، ده جزء من الحياه مش الحياه كلها. فمعلش احنا محتاجين نتكلم تاني وتالت ورابع، ونزود لمة العيلة على قد ما نقدر، ونزود الوقت ولو ساعة في اليوم من الأب والأم، يبقى في تواصل، يبقى في لمة، يبقى في كلام، لعل وعسى هو ده يكون بينجينا من المخاطر دي. يمكن كان في حد من المشاهير قوي كمان كان بيقول انا نفسي بس الناس تعرف ان مش هو ده سر السعاده، يمكن ده مصدر ضغط كبير قوي علينا، فكره ان يبقى عندك اكونت على السوشيال ميديا مفتوح والناس كلها متابعاك ومراقب بتتنمر عليك برده مش عارفه ايه، دي حاجه برده مرهقه طول الوقت، انك مراقب طول الوقت، ما تعرفش تروح مكان عام تمشي فيه زي الناس او تاكل او تشارك صحابك، فكره حاجة. انه لازم طول الوقت يبقى انا شكلي كويس قوي، بتصرف بطريقه كويسه قوي، بتكلم بطريقه مش عارفه عامله ازاي. لو انا طبعا السوشيال ميديا فيها بقى حاجه، لو انت بيتابعك ناس من مجتمعات مختلفه او جنسيات مختلفه، ده يقول لك ده هنا، ده انت هنا عنصري، ده انت هنا مش عارفه عدو مين، ده انت هنا مش عارفه ايه، فانت تبتدي تاخد تنمر بقى لا نهايه ليه يعني. وحقيقه فعلا مشاكل التنمر دي بتبتدي تظهر في سن صغير قوي، 7 و8 سنين في البنات، يعني سن اصغر من هم يفهموا كلمه تنمر، لكن هم بيعترضوا على شكل الشعر، لون البشره، شكل الجسم من سن صغير جدا. ويمكن ساعات برضو يعني اضيف لحياتك ان في بعض الانفلونسرز قدروا ان هم يطلعوا يعملوا شويه ايجابيه لو هم وزنها زايد او شكل شعرها غير المتعارف عليه المعمول، يمكن ده ابتدى ياثر شويه في البنات ان انا مش لوحدي، ان في ناس تانية شبهي وزي، يعني يمكن ده جزء ايجابي شويه من السوشيال ميديا. يعني كان في حكايه اتقالت برضو يعني فيها وجه كوميدي جدا، في حد برضو من الجيمرز الكبار في امريكا باع احد النسخ الخاصه بالالعاب الالكترونيه وبقى مليونير وبتاع، وبعد كده جاله اكتئاب، فسالوه جاله اكتئاب ليه؟ قال لك لان ما بقتش اعرف اروح كل يوم الصبح الشغل زي اصحابي، فانا احسدهم. فهو الموضوع فعلا هو كذا وجه للاسف، يعني هي الشهره دي ليها ضريبه، ان هو مراقب طول الوقت، ان هو مش عارف يعيش حياه طبيعيه، مش عارف يمشي يلبس لبس عادي، مش عارف يبقى مش مبتسم، يبقى على طبيعته، يعني للاسف. طيب هي ليها طبعا دكتور أدراك. تنصحي الاباء والامهات بايه الحل بقى؟ رقم واحد نتواصل مع اولادنا من سن صغير جدا، نتكلم معاهم بمنتهى الاريحيه، نتفرج معاهم على الحاجات اللي بيشوفوها، مش ننتقدهم، لا نتفرج معاهم الاول وبعدين نبتدي نقول لهم طب ايه الحلو وايه الوحش في اللي احنا شفناه. لازم يكون في وقت مخصص ليهم، مخصص ليهم، يعني انا سايبه كل حاجه تانية في الدنيا وبتكلم معاهم في ده. مفيش مانع من وجود فيجر تاني غير الاب والام، الخال، العم، الجد، الجدود ليهم دور وتاثير على الولاد قوي جدا جدا جدا. الذكريات والحكايات وحكايات قبل النوم اللي كنا بنحكيها زمان وفاكرينها مش بتاثر، لا بتاثر جدا في الولاد، وبتديهم مورلز او اخلاقيات بيفكروا فيها بعد كده طول الوقت. نصاحب ولادنا ونخلينا قريبين منهم ونطمنهم ان حتى لو حصلت حاجه احنا في ظهركم، احنا اللي معاكم، مش احنا اول ناس هننتقدكم، بس لو سمحتوا فكروا معانا بصوت عالي. التواصل هو الحل، مفيش حل تاني. عايز اسالك سؤال سريع جدا، هل لازم يكون في شده وحزم من الاباء الفتره دي ولا ما بقاش ينفع؟ الشده وحزم بالتوازن، الاب والام بيلعبوا، احنا دايما زي السيسو كده، واحد بيشد وواحد بيرخي، لو احنا الاثنين شدينا الامور هتفرق مننا، احنا الاثنين رخينا الامور هتسيب، فدايما واحد فينا بيشد وواحد بيرخي بس في اتجاه واحد، البيت ماشي في اتجاه وراي واحد. هي يعني زمان لما كنت بعمل النوع ده من الفقرات فكنت بقول البيت، المدرسه، الجامع، الكنيسه، النادي. للاسف دلوقتي احنا عندنا يعني عامل متغير جديد سادس، وهو مواقع التواصل. ما ينشر هو اكثر تاثيرا من كل اللي فات ده، واثبت بالدليل القاطع ان هو اكثر تاثيرا من البيت ومن المدرسه ومن المسجد ومن الكنيسه ومن النادي، لان بتاع الصغير اللي بقى في ايد الاطفال بقى بيدي رولز وبيحط ملامح حياه وبيعمل حاجه اسمها تحديات، والشباب يعملوا تحديات. وللاسف الشديد شفنا احد الشباب او مجموعه من الشباب رموا صاحبهم علشان المفروض ان هو لما يترمي يتعمل لوب كده ويقف على رجليه، ولكن طبعا اللياقه بتاعتنا كمصريين مش في احسن حالتها، فالولد يعني في ازمه كبيره. دكتوره لميس مكاوي مدرس طب النفسي السلوكي في جامعه عين شمس نورتنا النهارده في استوديو صباح الخير، والقت الضوء وحللت نفسيا ومجتمعيا كل المشاكل الخاصه بهذا الامر. نورتينا دكتوره، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا دكتور، ميرسي ليكي جدا.